وكفاه أن المقرئ الشيخ سيد عبد الباسط عبد الصمد قد أثنى عليه، ولأترك المجال له ليقص علينا حادثة لقائه به، فليتفضل سيدي ومولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. بالنسبة لسيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، أنا كان معرفتي بسيدنا الشيخ كان سنة 84، وأذكر إن أول دي مرة كنت أنا صغير في السن، يعني حديث السن ما كنتش يعني، فكان في بالتحديد في محافظة السويس تبع القناة. فسيدنا الشيخ كان داعيينه ناس، يعني ما مدعو لأحد يعني العزاءات يقرأ في العزاء، وكان عاملين سرادق كبير جدا، لأن سيدنا الشيخ عبد الصمد إذا توجد في أي مكان أو كان في أي مكان يعني الناس يعني بكثرة، وكان مقبلة جدا على الشيخ، يعني لأن طبعا سيدنا الشيخ كان إيه، كان صيته كان يعني على مستوى العالم. وكان سيدنا الشيخ عباس كراجل طيب، كراجل صالح، هو من الصعيد. فطبعا ايه، انا دعوني قالوا انت تقرا ان شاء الله مع سيدنا الشيخ عباس اليوم، تبقى انت ايه زميل الشيخ. قلت لهم يا اخوانا ده حاجه كبيره قوي، انا يعني كبيره عليا العمليه. الله. ها والله. فالام قالوا ان شاء الله انت فيك البركه يا شيخ محمد، وايه وان شاء الله فيك البركه. فانا قرات بعد المغرب، ما بين المغرب والعشاء. فسيدنا الشيخ ايه، قلت له خليك يا سيدنا ايه تقرا انت بعد العشاء. فانا قرات يعني حوالي ساعه كامله يعني، عشان ما اخليش يطلع قبل العشاء ان يقرا، هو ياخد النصيب الاول يعني اكثر نصيبا في الوقت يعني، او يبقى الوقت عنده متسع. انما بين المغرب والعشاء لو انا قرات نص ساعه، هو نص ساعه مش هينفع، لان الشيخ ما شاء الله العالم بتحب الشيخ. فانا قرات ساعه والعشاء اذنت، صلينا العشاء، اتفضل يا مولانا. المهم خلص قرا اول الاسراء، قرات نوره منه. المهم ايه يعني كملت برا منه في ربع قدر بكره اول الصوره، هو ايه انا الربع الثاني. وبعدين المهم خلصنا، فهو قال لي صاحب العزاء تعالى اللي هو اللي دعينا، فقال له هتعطي الشيخ محمد كام؟ قال له سوف اعطيه يعني مبلغ، يعني كان ياما كان يعني مبلغ بسيط، يعني مش كان ياما كان ايه كان مبلغ بسيط، لكن هو كان كثير. فقال له تعالى اعطي ان كان على القراءه الصحيحه والقراءه اللي هي طالعه من القلب، هذا الشيخ محمد ده افضل مننا بنفس اللفظ قدام الناس والله. قلت يا سيدنا ما ينفعش. قال لا والله يا ابني، انت بتقرا قران من قلبك بيوصل لقلوب الناس، انا والله انت ابكتني وانا جالس بتقرا، انا والله ابكتني يا شيخ محمد، وربنا يفتح عليك ودعالي. وجاب من الراجل مبلغ يعني اكثر، هقول لك يعني الله اعلم، يعني الواحد بس يعني يتكلم على الناس الصالحين وموقفهم معانا يعني.